7 حضرتك ملاحظة تطور السنة دي في المؤتمر؟ وفرت بقالك فعلا بتطور سنة بعد سنة فعلا بتطور للأحسن يعني بالنسبة للمواضيع بالنسبة للأتندنس بالنسبة للسبيكرز يعني كل سنة بيبقى فيه سبيشاليتيز أكتر وبيبقى فيه ناس أكتر مش بس كارديولوجيست انترفنشنز فعلا دي حاجة كويسة وبعدين بيقابل كل حاجة يعني ميديكال أوكي انترفنشنال كارديولوجي كل حاجه ايمجينج دكتور كنا عايزين نعرف من حضرتك ايه موضوع الانعاش القلب الرئوي انا هوجه كلامي للدكاتره تمام اول حاجه بالنسبه للدكاتره اي هوب احنا كلنا يعني اول فيزيشنز ايفن جي بيز ايفن ريسيرشرز اي حد مش بس الميديكال او مش بس اللي شغالين طوارئ ولا اللي شغالين انتنسيف كير ولا اللي شغالين انستيزيا ان هم لازم كلهم يبقوا اتليست يعرفوا يعملوا ازاي بيزك لايف سبورت لان فعلا دي حاجه ات سيفز لايف يعني مجرد ان هو بيشنت او يعني اي واحد ويل تو دو حتى ماشي في الشارع وقع وحصل له صدم كاردياك ريست وجود اي دكتور جنبه مش عايزه اقول ان المفروض وجود اي حد في الشارع جنبه يقدر يعملوا ريسسيتيشن حتى ما يوصل للمستشفى وياخد الادفانسد كير والابروبريت فاي هوب ان كله يبقى يعني عنده اويرنس كويس قوي بالبيزك لايف سبورت ازاي يعمل تشيست كومبريشن هاو تو اوبن ذا اير واي والتايمنج مهم جدا هاو ماني سايكلز بنعملها كل الكلام ده لان ده مهم جدا هتفرق كتير جدا احنا عندنا نسبه رود ترافيك اكسيدنتس ونسبه التروما الحوادث على الطرق السريعة عندنا دلوقتي مع الازدحام عالي جدا احنا من اعلى النسب في العالم تمام فاحنا ده بيعرض ان في ناس كتير للاسف واحد بيعدي الشارع العربيات تخبطه يصاب بكارديك ريست واحد ماشي عادي من الستريس اوف لايف سمع خبر جاله اكيوت كورونري ضغطه عالي من اي ستريس في المكان ممكن يدخل في كارديك ريست المشكله ان هو بيفضل في حالته لحد ما بيوصل للمستشفى مش كل البارامديكس عندنا للاسف تريند على كده لكن المفروض ان ده يبقى يعني بيزك اي دكتور حتى لو جي بي حتى لو امتياز دكتور صغير او دكتور يقدر يعرف يتصرف لان ده فعلا بيأثر كتير بيأثر على الاوت كام بتاع البيشنت ده بعد كده يعني هو لو اتعمل له ريسسيتيشن بروبر في وقت الايفنت ورجع حصل له ريتيرن اوف سبونتينيوس سيركيليشن ورجع افكتيف وعنده كولس وكل حاجه تفرق كتير جدا من البوينت اوف ستارت اوف ريسسيتيشن عن ان هو لما يوصل للمستشفى ويتعمل له ريسسيتيشن برده ويرجع ليه؟ لان احنا الهدف بتاعنا ان احنا نحقق حاجه اسمها تشين اوف سرفايفل ان احنا في الاخر العيان ده تشين اوف سرفايفل دي اربع حاجات اول حاجه ان انا اول ما اشوف البيشنت اللي هو كول فور هيلب تمام ان انا اقابل البيشنت ده واعمل له مانجمنت بسرعه اعمل افكتيف سي بي ار اعمل بروبر ديفايبريشن لو افيلبل واعمل بوست ريسسيتيشن كير البوينت اوف ستارت ريسسيتيشن دي بتاثر قوي على البوست ريسسيتيشن اللي هي الكواليتي اوف لايف بتاع البيشنت يعني بمعنى ان انا لو عملت له سي بي ار في اول دقيقه هيرجع البرين فانكشن بتاعه كويس هيرجع انسان فانكشن غير ما يستنى ان هو يروح بالظبط هيروح المستشفى هيرجع ممكن يرجع فيه بالص بس عيان فيجيتيف قاعد في العيادة بس ده يعني دي المسج اللي عايزه اقولها بالنسبة للبيشنس يعني أرجو أي حد عنده يعني تشست بين أو عيان عنده أكيد كورونري تمام أو عيان بيجيله صدم أريزميس تمام سبيشال الحاجات الباروكسيستم أو عيان عنده سبيشال تايبس من الكوندكشن الاي في كوندكشن بلوكس الحاجات الجينيتيك أرجو إن الناس دي تبقى برضه ماشية ريكورد في المحفظة بتاعتها يعرف حالتهم عشان لو حصل يبقى معروف والكلام ده حصل لواحد من اساتذتنا في صوره وفعلا تعب وهو كان اكيد كورونري والمفروض ان هو كان سبجكت في كابج وجاله كارديك اريست وهو بره والحمد لله ربنا ستره واتلحم دي بتفرق كتير جدا عارف البيشنت اللي قدامك فيا ريت الناس اللي عندها اكيد كورونري ماشي قوي بالكارت ده والناس عامه اي حد شغال في الشركات الكبيره اماكن المدارس كل الناس دي
المفروض برضه ان هي تبقى عندها درايه ازاي نعمل انعاش قلبي رئوي بسيط، ضغطات صدر وفتح مجرى الهواء.